السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجهز مع بعض شنطة العمرة وكل حاجة بقى هقولك عليها، اللي هتحتاجيه واللي مش هتحتاجيه هناك، هقولك على كل حاجة عشان ما تنسيش حاجة. أنا هفكرك، هعمله على جزئين، ده الجزء الأول، وهنزلك إن شاء الله جزء تاني ببقية الحاجة عشان ما طولش عليكي الفيديو. ونبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما أبدأ، بالله عليكي ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، ولو انت جديدة في القناة وشيري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، عشان الكل يستفيد وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. أول حاجة هبدأ بيها إن شاء الله هي المصلية بتاعتك. هتاخدي المصلية وهتاخدي السبحه كمان معاها، دي علشان ما تنسيش، دول هيكونوا معاكي طول الرحله وهنبقى نحطهم في الشنطه الصغيره بعد كده. هتاخدي برضو الشرابات، انا ببدأ بالحاجات الصغيره اللي ممكن انساها علشان ايه ما ننساهاش، تمام كده. وهتبدأي بقى تجهزي هدومك، هتاخدي هدومك الداخليه والخارجيه وهدوم البيت، يعني ثلاث اجزاء، العبايات والنوم والداخليه. انا هنا واخده عبايتين سمر اهم، واتنين ابيض بطرحتهم وبالقميص بتاعهم والبنطلون بالطقم يعني بتاعهم كله، تمام كده. وهاخد طبعا الهدوم الداخلية بقى، هتاخدي القمصان الداخلية اللي هتلبسيها، وهتاخدي معاكي كفر للخدادية وفوطة، وخدي جلابيتين اتنين بس، انا واخدة اتنين بس للنوم علشان انتي مش هتستعمليهم كتير، النوم هيبقى قليل. ودول بناطيل طبعا هيتلبسوا من تحت العبايات، وهتاخدي الطرح على قد ما تقدري بقى كتري. هتاخدي بقى معاكي الوردة دي كده للاستحمام هناك للشاور. هاجي بقى الأهم نقطة واللي بتسألوني كلكم عليه، وانا قلت هعمل حلقة خاصة بيه، هعمل فيديو خاص بيه، بس قلت هدخله في عشان ما اطولش عليكم الفيديوهات واكترها وتتوهوا مني، فانا قلت هدخله في تجهيز شنطة العمرة، وهو كوتشي الاحرام اللي بتكلم عليه كتير واللي بقولك ان هو هينفعك كتير جدا. هو ده اهو زي ما انتوا شايفين، هو ليه لزق كده اهو، هو طري جدا، شايفه يعني هو طري جدا. اولا جبته منين؟ جبته من العتبه، من عند محلات ابو الفدا، محلات دي مشهوره جدا في العتبه، او لو انت مش خارج مصر يعني اسالي عليه في المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحج والعمره، هتلاقيه ده رهيب رهيب. بالنسبة للمتابعة اللي سألتني، هي ربنا يحفظها يا رب ويشفيها ويعافيها، عندها واحدة اتنين، هما اتنين، واحدة عندها عظمة في رجليها تقريبا، فبتقول لي ينفع ان انا اطوف بيه حوالين الكعبة، هو ينفع. وكنت بشوف ناس كده فعلا، بس يكون نظيف خالص يعني ما مشيتيش بيه في شارع، أو لا يكون لسه جديد ونظيف وما تستخدموهوش غير في الطواف وبس. برضو بالنسبة للمتابعة اللي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، عندها مرض السكر وبتقول لي برضو رجليا بتوجعني لو مشيت بشراب على السيراميك، فبرضو نفس النظام، هيكون هتلبسيه بس يكون نظيف تماما. خلاص تمام، ده بالنسبة للكوتشي اللي اتسألت عليه كتير جدا. زي ما قلتلك اهو، شوفي طري جدا، فعشان كده مريح، وهيكون مريح جدا معاكي وهينفعك قوي. نيجي بقى للفقرة بتاعة الادوات النظافة بقى،
أدوات النظافة الشخصية دي هجمعها كلها مع بعض في كيس دلوقتي معاكم. قبل ما انسى، بس الأول هحط الشاحن. هتحطي الشاحن بتاعك، تمام؟ ودي النوتة اللي كلمتكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت، قلتلك خدي نوتة معاكي سجلي فيها أرقام التليفونات المهمة، سجلي فيها أي حاجة مهمة انت عايزة، عناوين المحلات اللي هتجيبي منها الهدايا اللي انت عايزاه، كله هتسجليه في النوتة دي وهتخليها معاكي في الشنطة الصغيرة اللي هتكون معاكي على طول ان شاء الله مع أوراقك الشخصية، تمام؟ هنيجي بقى للجزء بتاع الأدوات النظافة الشخصية. في كيس كده محكم بقى الغلق كده زي ده، او في شنطة مكياج، شنطة اي شنطة عندك وهتحطي فيها حاجتك. هبدأ اول حاجة بالمقص، ده اللي هنفك بيه الاحرام، ده اللي هتتحللي بيه، والكحول ما تنسيش الكحول معاكي، وفرشة الاسنان والمعجون طبعا، وده مسك، والقصافة، وتوك للشعر كده، وزبدة كاكاو، ودبابيس بقى طرح بأنواعها على حسب استخدامك انتي، وكريم مرطب اهو، ومزيل للعرق، والمشط بتاعي، وده زيت للشعر او لو انت بتستعملي كريم اللي يعجبك. وده على فكرة تحفة الزيت ده، انا جايباه من هناك. حاولي تجيبيه، هو الازازة الكبيرة دي ب10 ريال بس، حاولي تجيبي من هناك لو انت بتستعمليه، بجد تحفة جدا وحلوة قوي في الاستخدام، بينعم الشعر، تحفة تحفة بجد، تمام كده. وهحط نظاراتي كمان، دي نظارة الشمس ودي نظارة النظر بتاعتي بس. وهقفل بقى ده كله وهحطه في الشنطة برضو هنا كده معايا. وما تنسيش ازازة المية اللي قلتلك عليها، او لحاجة سخنة حاجة ساقعة اهي، ودي برضو انا هاخد واحدة تانية هملاها مية زمزم علشان تكون معاكي في اثناء السعي. الحاجة المهمة بقى اللي دايما بقولك عليها في الفيديوهات ما تنساهاش، هي الشال. شال لازم يكون معاكي شال تقيل، خليه معاكي على طول، هتحتاجيه في الباصات وانتي مسافرة من جدة للمدينة او العكس، او هتحتاجيه في الحرم لو قعدتي فترات طويلة في المصليات بتكون التكييف عالي جدا. ودي بقى شنطة الادوية زي ما انتوا شايفين كده، انا واخدة مسكن، واخدة حاجات كتيرة يعني، واخدة مسكن، اللزق الطبي، هقولك على اهم الحاجات يعني. اللزق الطبي ده مسكن تاني اهو، ومضاد حيوي طبعا، وواخدة سرنجات معايا، وواخدة حقن كده للطوارئ. فانت خدي وادويتي، فانت خدي ايه كل الادوية اللي انت هتحتاجيها هناك، وادوية للبرد طبعا، وادويتك لو انت مثلا بتاخدي ادوية معينة، دي برضو هتكون معانا. ودي انا عاملة حلقة بيها خاصة بكل الادوية، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، ارجعوا له، خاصة بالأدوية اللي هناخدها معانا بس. وده كوتشي تاني بقى للخروج، نسيت احطه، هبقى احطه بقى من تحت، ده برضو هينفعك، خلي حاجة للخروج وحاجة للطواف، يعني اللي احنا قلنا عليه الابيض ده خليه للطواف بس، وده خليه للخروج، او زي ما انت عايزة بقى هتاخدي ايه معاكي، المهم تاخدي حاجة مريحة برضو في المشي عشان لو مشيتي كتير في الخروجات. دي اغلب الحاجات الضرورية، ان شاء الله باذن الله هنزل جزء تاني ببقية الحاجات وبالاكل اللي ينفع تاخديه معاكي واللي هينفعك هناك،
هنزل لكم جزء تاني منها، مش عايزه اطول عليكم الفيديو. وبرده في الجزء التاني لو افتكرت حاجه هقول لكم عليها ان شاء الله. ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.